9 مليون مستخدم من القطاع التعليمي استفادوا من منصة نتعلم بحذر، وغطت أكثر من 55,000 منشأة تعليمية في المملكة العربية السعودية. بهذه الطريقة وبهذه التقنية استطعنا ومن خلال توكلنا أن نمكن هذه العودة بحذر للتعليم. توكلنا الآن وبكل فخر يضم أكثر من 26 مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين والزائرين، ينعمون باستخدام توكلنا من خلال 7 لغات رئيسية، وأيضا أكثر من 140 خدمة. تخيل كل خدمة من هذه الخدمات كان يفترض أن يتم الحصول عليها من خلال الذهاب وزيارة المواقع، سواء المحاكم الشرعية والإدارات الأمنية المختلفة، المرور، الشرطة، الجوازات. لما نسوي مقارنة بسيطة في خدمات واضحة مثل تجديد الجواز، إصدار رخصة القيادة، إصدار رخصة لبناء المسكن وغيره من جوانب، نجد المملكة ولله الحمد متقدمة جداً على دول في مجموعة 20 في هذه الخدمات. وأيضا من النقاط المهمة التي قد شعر فيها الناس خلال الجائحة، جائحة كورونا عطلت العمل في كثير من الدول التي لم تستخدم التقنية. في القضاء لدينا، وهو أهم ضمانات تحقيق العدالة، لم يتعطل. تم عقد ملايين الجلسات وصدرت عشرات الآلاف من الأحكام، بما في ذلك الاعتراض على الأحكام بدون أي ورقة تطبع أو ختم يستخدم، كلها إلكترونية بالكامل. حققت الضمانات واستمر العمل عن بعد سواء للقاضي أو المتقاضي. لكن أحسب أن المملكة من أوائل الدول، إن لم تكن الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، التي طبقت التقاضي عن بعد خلال الجائحة بكافة مكوناتها، بدءا بتقديم الدعوة ثم الترافع. الترافع طبعا يشمل المرافعة الكتابية وأيضا المرافعة عبر الاتصال المرئي، ثم أيضا صدور الحكم والمحافظة على الضمانات بالاعتراض، ثم المرافعة مرة أخرى أمام الاستئناف، ثم أيضا الاعتراض أمام المحكمة العليا بعد تفعيل التقاضي على درجته.